الفيديو راح نتحدث عن إيجاد معاملات معادلة معدل النمو والإشباع باستخدام طريقة المربعات الصغرى Saturation Growth Rate Equation using Least Square Method، واللي بتاخذ الشكل العام y بتساوي ax على b زائد x، مثلا y بتساوي 2x على 4 زائد x. الآن المعادلة بهذا الشكل هي معادلة غير خطية، يجب أن نحولها إلى معادلة خطية عن طريق أنه نقلب البسط إلى مقام، المقام إلى بسط. فبيكون عندنا 1 على y يساوي b زائد x على ax، وتساوي 1 على y تساوي 1 على a زائد b على ax. الآن نخلي 1 على a تساوي a كابيتال، و b على a تساوي b كابيتال. بتكون عندنا المعادلة 1 على y تساوي a كابيتال زائد b كابيتال في 1 على x. لأن كل المعادلة نحطها على طرف ونسويها بالصفر، فالصفر تساوي 1 على y ناقص a ناقص b في 1 على x. هذا من الناحية النظرية. من الناحية العملية، إذا عوضنا قيمة x و y النتيجة مش راح تكون تساوي صفر، راح تساوي خطأ معين، ومربع هذه الأخطاء راح يكون عندنا مربع الطرف الآخر للمعادلة اللي ممكن أيضا نرمز له بمجموعهم بـ S ونسويهم بصفر، بتطلع عندنا هاي النتيجة. الآن نوجد تأثير وحساسية المعادلة الأخيرة هاي بالنسبة لكل من المعاملات اللي داخلة فيها اللي هي A و B. فمرة نشتقها جزئيا بالنسبة لـ A، ومرة نشتقها بالنسبة لـ B. فاشتقناها بالنسبة لـ A بتكون A هي العامل المتغير، بيكون مشتقة القوس في مشتقة ما داخل القوس، القوس بيظل زي ما هو، في مشتقة ما داخل القوس الناقص A بتكون عبارة عن ناقص 1. الآن بالنسبة لـ B أيضا نفس الشيء، مشتقة القوس مشتقة ما داخل القوس، مشتقة ما داخل القوس بالنسبة لـ B عبارة عن 1 على x، 1 على x. الآن نعيد ترتيب المعادلتين اللي تم الحصول عليهم، هاي المعادلة وهاي المعادلة، بنتج عنا هذول المعادلات اللي هم بالضبط هاي المعادلة هي هاي المعادلة، وهذه المعادلة هي عبارة عن هذه المعادلة. الآن نحط هاي المعادلة وهاي المعادلة على شكل مصفوفة عن طريق انه المعاليم اللي هون هم عبارة عن مصفوفة y، ثم يعني 1 على y و1 على xy، 1 على y و1 على xy، والطرف الآخر العمود الأول المشترك منه a، فبصفي عندنا 1 مجموع 1 على بعدين هون مجموع 1 على x اللي هي هاي، ولل الجزء الثاني b هي العامل المشترك، b العامل المشترك، فبصفي 1 على x و1 على x تربيع، 1 على x و1 على x تربيع. الآن فقط أنا عملت إني شخلبت بدلت أماكن السطر الأول محل الثاني والثاني محل الأول، ثم بدلت العمود الأول محل الثاني والثاني محل الأول، فقط إعادة ترتيب، فحصلت على هذا الشكل للمصفوفة. الآن نقدر نستخدم هذه المصفوفة لإيجاد قيمة B و A عن طريق ضرب مصفوفة Y في مقلوب مصفوفة X. الآن خلينا نأخذ مثال ونرد بنرجع. الآن لنفرض أن هذه قيم x وهذه قيم y. طبعا أنا حسبت قيم x وقيم y على افتراض أنه a تساوي 0.2 و b تساوي 3، اللي هم طبعا اللي احنا بدنا نوجدهم، قيمة a و b هي القيم أخيرا اللي هي احنا بدنا نوجدها، أو من خلالهم راح نوجد قيم a و b. الآن العمود الأول نوجد فيه قيم 1 على x، يعني 1 على 0.2 اللي هي 5. العمود الثاني 1 على y، 1 على القيم اللي هون. ثم العمود الثالث 1 على x في y، 1 على x في y. اوكي، 1 على x ضرب y. بنوجد مجموع x
نوجد مجموع واحد على x، نوجد موجود واحد على y، نوجد مجموع واحد على x y. وبنعوض الآن في المصفوفة، فالأول هو عبارة عن واحد على x تربيع، يعني واحد على x، يعني هذا العمود في نفسه، مجموع هذا العمود في نفسه. بعدين عندنا واحد على x اللي هو مجموع هذا العمود لحاله، واللي هي نفسها هون مجموع هذا العمود أيضا مرة أخرى، وعدد مرات إجراء التجربة، عدد مرات إجراء التجربة اللي هي سيجما أول الواحد. سيجما واحد على إكس واي اللي هو هاي القيمة، وسيجما واحد على واي اللي هي هاي، سيجما واحد على واي اللي هو هاي القيمة. الآن إذا رسمنا العلاقة ما بين واحد على إكس مع واحد على واي، يعني العلاقة ما بين هذا العمود وهذا العمود، راح تكون علاقة خطية. إذا تتذكروا المعادلة اللي هون، أوكي، المعادلة هاي اللي هون، واحد على واي مع واحد على إكس، يكون البي هو عبارة عن السلوب، البي كابيتال عبارة عن السلوب، والاي عبارة عن الانترسكشن مع الواي. الآن لو رسمنا العلاقة ما بين x وy بيطلع عنا هذا المنحنى اللي احنا بنوجد المعادلة تبعته، معادلة الإشباع والنمو وفقا لهذه المعادلة. الآن بدنا نوجد مقلوب معادلة، مقلوب مصفوفة x، لأن نوجد مقلوب مصفوفة x، هذه مصفوفة x نوجد مقلوبها عن طريق أنه نظلل مساحة تساوي مساحة x، ونعمل y يساوي m inverse، matrix inverse، ونظلل مصفوفة x، control shift enter، بيطلع عنا معكوس مصفوفة x. مصفوفة y هذه هي مصفوفة y. الآن الإجابة مصفوفة المتغير المعاملات اللي هي بي كابيتال و اي كابيتال، عن طريق انه نضرب ام مالتيبليكيشن، نضرب معكوس مصفوفة اكس في مصفوفة واي، وكنترول شيفت انتر. الان طلع ان هذه المعادلة هو مظبوط، انه لانه ظللنا 4 المفروض انه نظلل فقط 2 هنا، يساوي m multiplications، هذه هاي كنترول شيفت انتر. الان اصبح عندنا موجود قيمه بي كابيتال وقيمه اي كابيتال، منهم من قيمه بي كابيتال ومن قيمه اي كابيتال نوجد اي سمول وبي سمول، لان الاي سمول عباره عن واحد على اي، يعني واحد على الخمسه، و البي سمول تساوي بي كابيتال على اي سمول، يعني عباره عن بي كابيتال، هذه البي كابيتال مقسومه على الاي سمول اللي طلعت معنا هون، فطلع الجواب 0.2 و3، واللي هي بالضبط طبعا الارقام اللي احنا اصلا اشتغلنا عليها. الان لو غيرنا هون الاي نعملها مثلا 3 راح تتعدل، بي نعملها 5، اوكي، وراح نشوف انه على طول المعادلة اتغيرت والمنحنى ايضا اتغير وفقا للارقام هاي. فبهذا بنكون احنا اتعرفنا على كيفية ايجاد معاملات معدلة معادلة معدل النمو والاشباع
باستخدام طريقة مربعات صغرى. نتمنى تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله.